الأخت نور الهدى الحقيقة أرسلت بسؤال دائما نسأل عنه كثيرا وقد ابتليت به بعض الأخوات، وهو عن تشقير الحواجب في الحفلات والأعراس وغيرها. لا يجوز العبث بالحواجب، المرأة تخاف الله وتترك الحواجب ولا تعبث بها لا بتشقير ولا بغيره، والجمال في بقائها على خلقتها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهي التي تقص حواجبها أو تنتف حواجبها أو تزيل حواجبها أو بعض حواجبها بأي وسيلة. لا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها، تظن أن هذا من الزينة، هذا من التشويه، وهذا معصية، وهذا من التشبه الممقوت، فلا تجوز هذه الخصلة الذميمة. نعم.